يعني إذا كان الفيسبوك يضرهم يعني هي وأمثالها أو والذين هم على شاكلتها، معناه أننا لا نريد أن نزرع شيئا من الحرية في هذا في هذا في هذا الوطن. يعني تخيلي أن الناس لا تجد مجالا لتعبر مثلا عن قضية القدس الشريف إلا من خلال الفيسبوك، يعني منعوا حتى من النزول إلى 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 الشوارع. وبالتالي أن نحن نتكلم عن خطر كبير جدا أختي ليلى، وكأننا نتعامل مع آلة. نحن لا نتعامل مع آلة، نحن نتعامل مع بشر. وأي بشر؟ أطفالنا، أطفالنا مستهدفون من خلال هذه الألعاب. يعني هل يعقل أن مسؤولا يصرح بمثل هذه؟ يعني من يقبل، من يقبل يعني منطقي، من يقبل أن الفيسبوك يحجب؟ الملايين من الجزائريين يعني يتواصلون عن طريق الفيسبوك، فتأتي هي وتحجبه؟ يعني لا يعقل. عوضة هي أكاديمية، يفترض أن العلم الذي تعلمته تقول بأنه يمكن لعلماء الجزائر في مجال المعلوماتية أن يجتمعوا فيما بينهم ويعطون حلا جذريا لهذا المشكل. أن سيستم دو فلتراج لا هو الحل. حتى الأستاذ يوسف قرار مد الحل، هو قال لك مش صعب يعني أنه تحجب هذه اللعبة، لكن نروح نركز على شيء آخر كذلك، دور العائلة ودور الأولياء. دكتور فارس ما لازمش نلقي اللوم إلا على الدولة. هذا الحل يعني هو حل يجي من فوق، ولازم إلينا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هي مسؤولة عن رعيتها من خلال المنصب الذي تقوده، والعائلة أيضا مسؤولة عن رعيتها، عن أولادها، عن 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 كل أفراد الأسرة. هذا لا يعني أن نقول بأن كل الحمل ملقا على عاتقهم، إنما نقول جزء كبير من الحمل ملقا على عاتقهم، وأن من واجبهم أن يدعو إلى أن تكون هنالك خلية أزمة، ونتعامل مع الموضوع بجدية مش باستهانة. 8 من أطفال الجزائر معناه دمنا لحمنا. هؤلاء موش يعني بهائم ماتوا، إنما أطفال. لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم، لزوال الكعبة، الكعبة تزول أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. ما بالك 8 أطفال؟ وبماذا؟ وبلعبة يستدرجون إليها استدراجا. لم يتعلق الأمر بالأطفال ليلى، وإنما تعلق الأمر حتى بمن بلغ 20. أنا سمعت بشاب في عمر 23 عام، يعني تخيلي أن الأمر برمجة عصبية خطيرة جدا. طيب نروح لعالم التعليم الموالية. الجزائر تصنف كأضعف دولة تدفقا للإنترنت في العالم. الله يبشرك بالخير. وش نقول لك، هذه معلومة. احنا كنا نقول بأنه فعلا أن تدفق الإنترنت ضعيف في بلادنا، فتخرج وزيرتنا وتقول إننا من أحسن الدول في مجال الإنترنت. ما فهمناش، احنا رانا نشوف واقع يقول بان التدفق ضعيف جدا. يعني لا يمكن حتى كانت هناك تصريحات من اجل تصدير الانترنت للنيجر. والله شوفي، يصدرون الانترنت للنيجر، للمالي، لهذه الدول، ولكننا زرنا دولا افريقيه تدفق الانترنت رغم فقرها، رغم معاناتها، الا انك تجدين يعني ذلك التدفق القوي جدا. يمكنك ان تنزلي ما شئتي في لحظات، في ثواني. نحن الآن أنفقت المليارات على منظومة للأنترنت ضعيفة جدا، ما زالت متخلفة. نحن متخلفون في كل المجالات. يأتي الأنترنت ونقول باللي احنا نعتبر من أولى الدول في إفريقيا يعني قوة في الأنترنت. نحن من أضعف الناس وما زلنا نمارس ممارسات متخلفة. تخيلي ما يحصل في البكالوريا، أنك تقطعين الأنترنت على الشعب بكامله. نعم هنالك خطر، لكن لماذا معالجتنا هي معالجة متطرفة؟ لماذا لا يكون لدينا معالجة علمية؟ معالجة بدائية. والله العظيم معالجة، لا نقول بدائية، لأن البدائية قد تكون حاجة جيدة، لكن معالجة متخلفة، قمة التخلف.